قبل 7 دقايق أذن المؤذن لحاله، ما حدا تاني أذن غيره. اللهم استعان، اللهم استغاث. صعب نرضي كل الناس، صعب نحافظ على الصح دايما، كل واحد عليه بنفسه. أهم شيء نرضي ربنا. أكبر مشروع، أعظم مشروع، أحلى مشروع، إنه نحاول نكسب حب الله ورضاه. مهما نجحنا، أي نجاح مادي، اجتماعي، تقني، ترفيهي، نجاح تكنولوجي، نجاح عمالي، نجاح، إذا ما في أخ نجاح أخلاقي ما في فايدة منه. نجاح أخلاقي يعني إنه إحنا اللي عنا إياه من أي نجاح نعطيه لغيرنا، من أفكار، من دعوات، من فلوس، من كل شيء. هنقرأ دعاء، الدعاء بغير القدر، الدعاء بيحسن للناس، الدعاء هو عبارة عن الصبر. لما احنا والله شكرا لله الحمد لله، هاي احنا عم ندعي واحنا عم نصبر على الابتلاء. الدعاء كتير حلو، ان الله يحب المحسنين، والاحسان هو انواع من هالدعاء. ان الله يحب الصابرين، الدعاء من الصبر. ان الله يحب المتطهرين، الدعاء تطهر. ان الله يحب المتقين، الدعاء من التقوى. اكرمكم عند الله اتقاكم. فالدعاء بغير القدر، نطلب من الله اللي فيه خير الله يجيبه إلنا، لجميع الأمم. مرة سمعت واحد بقول لك احنا قوم مش عارف ايش، احنا قوم شو اسمه، احنا أمم، بياخذوا الأمثال اللي مش كويسة. اي مثل مش كويس مفروض نكبه بعيد، اي شيء بيرضي ربنا ناخده. دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، أولهم أنا لازم أغير من عادات الغذائية الصحية الاجتماعية الإيمانية الأخلاقية إلى الأحسن. ولازم نفس الوقت يعني أعمل، وبعدين أهم شيء النية. عملت غلط، عملت صح، أهم شيء نيتك كانت صح. إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. ودعاء لترقي جميع الأرواح، أولهم والدي محمد مهدي يكسن. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي عليم الحكيم. سلم إليك وألكم. نشكر جميع الناس اللي عيدونا عيد الأضحى أو عيد ميلادي 9/4/2024. يعني معايدة واحدة بتسوى كنوز الدنيا والأرض كلها بالنسبة لي أنا، معايدة أي حدا فيكم، حتى اللي حاول يعلن أو يعايد وما عايد، هاي أحلى شيء. لأنه إذا واحد بتمنى النجاح لأي حدا أو بيدعي لأي حدا عن ظهر الغيب، هذا أحلى نجاح وأحلى حب. من حبنا لله منحب كل الناس، وإحنا منحب كل الناس اللي بيحبونا واللي ما بيحبونا، بس أكيد اللي بيحبونا بنحبهم أكتر، وأكتر شيء منحبه الله، بعدين منحب أبونا وأمنا وأخواتنا وأصحابنا، وبعدين منحب عالم تحت عالم الإنسان اللي هو ربنا شرفنا، إحنا أشرف مخلوقات نفخ فينا من روحه، بعدين منحب عالم الحيوان اللي هو أدنى من عالم الإنسان، بعدين منحب عالم النبات اللي هو أدنى من عالم الحيوان، بعدين منحب عالم الجماد اللي هو أدنى من كل العوالم. سلم إليك وألكم، الله يحفظكم جميعا. ما شفناكم بالعين بنشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة. الله يحفظكم جميعا.